بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنقول حجرني فنجي بديعة بديعة حنقيب إن الله بقيبود محسنات معنوية ومحسنات لفظية. محسنات كي لفظي قاها وانكسوا بحني محسنات كي معنوي قاها أيان انت كبلا بينا. المصنف كليه ثانيا المحسنات المعنوية. محسنات كي وحي وحا قرحيني ومعناها قرحيني هذا محله ومبحثه وي. وحاكم إذا ومن المحسنات المعنوية الطباق. طباق يا كمدة طباق والي رهدة المطابقة والي رهدة ووح وح دبوله شيء شيء دبولوه كقوله سبحانه الله هذا الكيسي أويري سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وحاطوم علينا أصحاب الكهف وهرديه يعني كو سوجيده وتحسبهم ايقاظا. حاضوم رين ددك اصحاب الكهف قاها كو سوجيده والحال هم رقود ايغو اكو هرديه يعني وا اني سوجيدان باضو ملين لكن وهرديا. وقوله تعالى با كمده وقوله تعالى الله هذا الكيسي با كمده يحيي ويميت الله وأحدك وحنوليه وحنديله. وقوله با كمدا الله هذا الكيس يري لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نفت وحيلي ذا هاي قف كستا نف كستا كل جيل ما كسبت وحي كسبت أيضا إسكلا وخير خير كي التي ما دا أيضا إسكلا وعليها دشي ذو وحا أهنا وإثم أه ما اكتسبت وحي كسبته. هل كان مصنفك محسناتك معنوية أها أيو كبلا بي طباق أهر مريي طباق أمثلة ذي سيوون نسيي قيب تلباد وحوير والمقابلة مقابلة ذان وحي كمد تهي من الطباق والنوع طباق كمد أهوي يذ لفتي ذا مطابقة ذا سكمد تهي كقوله تعالى الله هذا الكيسي أو يريوي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا هقوسلين قليلا إير وليبكوا هبوين هؤوين كثيرا إنبدا. وكقول الشاعر بالمدة نكي قبياغا هذا الكيس أويري ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما شيء عجيب أهبا أحسن وناك بديي الدين دينك والدنيا الدنيا إذا اجتمع هذه كلمان لبدو هذه كلمان شيء لياب له أيامار تعجب قلي يعني وناك بديي ويان فكما ضغطي تعجب يذا أهيد وي. وأقبح محا حمام بديي الكفر قال نمو والإفلاس فقري أو قفك مفلس النقضاء وحبؤ سنهي سنين محا حمان بذيه فالحمان بذيه بالرجل أي بالشخص قفك رجلك من باب التغليب رجل دوم روحه دونه بها النقضاء يعني ما شان روحه الشيغي هذه قفك إلهي الدون إيا آخر أو الدين إيا الدون الدنيا إيا الدين هدو سوقود دره وحكواناك بذنين يسنجرين. لكن هذه كفر إيو مفلس نما أو فقر يالسوكا درنا وحكو حمان بدن نيسين جرين أيان وحو سوقاتي مقابلة أو طباق النوع كميدة أه آيات دا إي بيت كا شعر كا سوقات كنسد لباد طباق بان كسو هذلني إي مقابلة اسكو ميدة أه كان لباد وحوي المشاكلة مشاكلة ليرا كقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلنا هذا الكيسي أكلوه صلوات الله وسلام عليه أويري إن الله لا يمل حتى تملوا
الله يعني كمن نوغو إنو وناقي خيرك يثواب إذن كسينا يعملك آسمي ستان وناقة حتى تملو إلى إذنك أكر نوكتان وأتكتكتان عملك يعني لا عملك آت إذنك إسكند يسان الله إذنك جوجين ما يومان إذنك تقيو إنو خيرك يثواب إذن سينا يوي. وكقول الشاعر بالمدة نكي قبياغة هذا الكيسي أويري قالوا اقترح شيئا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قل تطبخ لي جبة وقميصا نكي قبياغة هابا وحويري وحويري قالوا وحي دهين أصحاب تيدي صحيب بضي اقترح شيئا وح شيء شيغو يعني سو اقترح شيغو ووح عصب لئمو وحصو اقتراح والله إمو محارب تاوي نجد لك أنكوها جيني طبخه كرنتيس أنكوها جيني إن أنكو كرن أسفع أنكو كرن وحشيغو قلت مركزا وحان إريبو يرسحي بدي اطبخوا لي أني وحاد إي كرسان جبة وقميصة جبة وآن لبستو جبة وكورك أوقفك لبسانيو أما مارتي جاكت كدحنت لغا قشت ويان إيه وقميسا شاتي أن لبستي قميس محون إيه سمايا ساس أجر كاسنا وحون نوغو شاك مشاكلة حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام إيه نكاس بيت كاشا قبايقا أيو نوغو شاك كنسا دحاد وحوي والعكس وماشا نوغو شاك ومحسنات كمعنوغا كميد عكس واس دبا قدين شيء عكس جيس لقدر يقويان دبا قدين هو قال يعني إيش رقد ورقيتان نحو قول العربي هذا الكي أي رهذين وي عادات السادات تتكي مضحضة أها عادوين كوذي وناكسنا سيدياشي وسيد سادات سيدياشي تتكي أهل خير كأهاي وناكسنا بقمدو ذي في عنا وسادات العادات عادوين كمد أقوى ناكسن وي عادات كإليه دتك سي دقمدو ذو دتك ون وناكسن ودقمدو أقوى وناكسن وي ماشان مصنف كوحون أقوى بريا وحلي رهذو المحسنات المعنوية محسنات المعنوية ويبذيه إلى وحال جارسيا نوري صدن لك أصيب إلى سدح يتبر ميلاهس ونقص وقاضية أما الله بي يتبن خلاص ونقص وقاضي أقسام فربنا بولي هاي حوسه هرمري طباقة طباق والي رهذا مطابقة والي رهذا تطبيق والي رهذا وشيء استبوله ويا وسداسة لي رهذا مركل التعريفي حق استلاحه وحلو يقان وحل رهذا وذكر شيئين متضادين لبا شيء اسكسو هرجيدو او لا شيغو لبا شيء متضاد اسكسو هرجيدو او لا شيغو معنيده waxa weeyaan ان يؤتى بمعنيين او اكثر لبا معنى اما كبدن با لا ايمان ثم يؤتى بما يقابل ذلك لبا اي waxa كبدن wax ayaga ka hor imaanay aksi u ah ba hadana la la iimanaya laakiin loo la iimanay ala tartiib si u kala horeeyaan يا الله سوك الله هرمرناه على ترتيب مثلاً هذا وحيالها ددك أسكوات خانة الحياة والموت سعكس أسكوماها نلول يجيري وتاوي الأسود والأبيض وعكس بأسكويه الدد بأسكويه عداني يمدو القيام والقعود فرني استاج عكس بأسكويه أو حسكسي هرجي ذوي الخالق والمخلوق الله أدو مذيسي وضدانه الكبير والصغير مد وين يمد ير النعيم والجحيم نعمة هي عذاب بحس كسهر جيدوي الأرض والسماء يعني سمذي هي مارتي نلكي وهكذا الليل والنهار هبيني مالين وحيالها سوكلا ليرة هذا مركي انت الله الشيء يقول لبا الشيء أو مارتي اسكسهر جيدو يا لبا داس مركي للي ماذا أما كبدا للي ماذا با مركاسا ميد كود بميد كلا لقابلينايا تصالح اسك غابنا ربنا انا كينو ايضا في سوره ال عمران كجرتو كلا
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. فيري يعني أفعاشا ترضى بذن تؤتي يعني وحلا قهر كير ووحلا بحنا يوم تنزع بلا قهر كيني ووحلا سيبا يوم وعكس سكوين سيسمع يقاضد سكوميد ماء وتاوي تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك من تشاء. العز والذل سماه وتعز من تشاء وتذل من تشاء شرف يدل النمو ووحس كسو هرجي ذويا سوما جيد وتاسوكا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هبينك يا مالنتي الليل والنهار لبس كسو هرجي ذويا الحي والميت اجيردي يا نولشي لبداسي وحنون يمد انتي قف ميدا يمد منول ووحس كسو هرجي ذويا مركا كاسو كلا وحال يرهدا طباق ايال لي يرهدا لب شيء او اسدبوشو او ضد اسكو اسكو هر امان اسكو سو هر جيدو ان لا شيغو مركا مر وحو نوقدا سدا حدا مصنف كو نو دغي مر افعالي نوقنايا لب اسكو سو هر جيدو مر وحي نوقنايا اسماء بي نوقنايا مر وحي نوقنايا حروف نوقنايا انت اسبا لو قيبيا مثلا وحو هر مريي اسماء ذا قيبتها وتحسبهم ايقاظا وهم رقود يعني اليقظه والرقاد سلام اسك سو هرجيد ما سوجيد يهردو واسك سو هرجيدان وعكس وان وانا اسماء وان ايقاظا يرقود وكير ومرك اسماء ذا تهي ايو هلكا كوغو سو قاداي ويان أسماء ذا مركي تهي تاس أيو مصنف كوغو سو قاد تحسبهم أيقاظا وهم رقود عيد سيوت تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اليمين إي الشمال وأسماء ذيوها والله بش اسكسو هرجي ذوها وأنا مطابق الطباق باكر حيو أيو اسكسو هرجي ذوها يعني. أسماء ذا كواسو كلا أيا كمد أهويا يعني. أفعاش مركي تهي يحيي ويميت وكودك الحياة والموت يحيي وفعل يميت وفعل لبا داس ومحارد حسكو هركيني لبا ما رتي ضد سكو هسكسو هرجيدو أيكو كيني وحالم إذا ولكن أكثر الناس لا يعلمون مركز سألري يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا في سورة الروم لا يعلمون مركليري ولا فيها دنا يعلمون أيضا أفعالها ayaa laga daba keenay ficil ayadoo ah la keenay weeyaan oo taas oo kale u noqonaya ayadoo ficil laga keenay waxa lamid ah ayadoo afcaala wuu huwa alladhi adhaka wa abka adhaku wal buka wala ma iska soo horjeedo way wa annahu huwa amata wa ahya wuxuu nooleeyay wa ay ahya wa maaratay wa ficilki wa ujeeda wa ahya hayatadir wa noloshii way ayadoo افعال اهنا وا لوغو كيناي ويان ايدا حروفا مصنف كحقوق مثاليه لها ما كسبت وعليها ما مكتسبت لها وحرف عليها ما كسهر جيدو وعليها ما اكتسبت هي كسهر جيد وعلمذا ولهن مثل الذي عليهن ولهن لهن ايا لا شيغ هدان عليهن ايدا حرفا ايا لغا دبا كيناي ويان مركا صورك أو ليهي يعني ما ركتي وتاوي أيضو أسماء ويبرنتها ويبرنتها قرآن كذكر هذه سو هو الأول والآخر والظاهر والباطن سو مجيد كل وأجيدا وأسماء ويا كاسو كلا الطباق لي رهدا يا سيدا لي رهدا كو أنواع وليها نوعية الطباق وليهي حالي رهدا الطباق إيجاب والطباق سلب لا بأس الله كلا خاله طباق إيجاب اللي يراهدو إيه مد سلبي يعني مد موجب إيه مد سالبة يعني مد مثبت مد منفي أهل وضع سلوجي ذاوي مثلا الله مركو ليه ومن يضلل الله ف...
فما له من هاد في سورة غافر، يعني يضلل وفعل أه وضلال كي أه بهاد هدنا لا يضرب كانوا اسمه، فما له من هاد تبقى تبقى موجب عليه هذا مرك أمثلة مثالين أيام تاسو كتل مامان واسم يفعل اسكهر كان ويان، يعني وحين كشيغان تباق إيجاب كالليرة هذا مركي تعريفيان، والجمع بين كلمتين متضادين لبا كلمة اسكسو هرجيدو أو مر ما لغو كل مية بالليرة مركا يعني وحيكو مثاليا ومن يضل الله فما له من هذه التاسوكر سلبيغان وحويان، يعني وحالي لهذا تباق سلبيغا والجمع بين كلمتين متفقتين في المعنى لا بكلمه وحق معناها اسكوا فخصا يا، وبينهما اداه النفي اداه نفي ريكو جرتو والنفي للقليه ويان لديده، مثلا احاديث النبي وكره اسوقاتان عليه الصلاه والسلام حديث امام البخاري في صحيح كسكنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت ساسوكر قفك نبي وحور رسولك عليه الصلاه والسلام قفك الله ربي يسحصه الذي يذكر ولا شيء يذكر هذا ومارته وأجده والذكر جيبا لقاها الله لا يذكر أيضا الذكر جيواه، لكن نفي بكجره لا يذكر بلا قليه وحي لم يديهين قفك ربي حصه يمد كان ربي يسحص مثل الحي والميت قف نول يقف لنتي أوكالي كلمة ديهوه مركا يذكر إيا لا يذكر ذاس أيدهان وحالم إذا قرآن كوكالي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أيضا فعل يستخفون من الناس تتكيبي اسكقرنا أيان ولا يستخفون من الله أيضا النفي لا يستخفون أيان لقلي أيضا النفي لك ينوي وحالم إذا يعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمثلة هذه أترى بذنتها تباق السلبي أيان هذا هل كسام تباق أيان كقب حينا مقابلة هذا كحكت نوع من الطباق كمد أهويا مقابلة والله بشي اسكسو هرجي دوا مقابلة يعني دار فلان تقابل دار فلان مركاتر هذا هبل قرقيس قرقي كانوا كسو هرجي دا أيا ليرا مقابلة وي وحلوجي إذا مرك مقابلة هذا معنى أهان وحلوجي إذا أن تأتي جملة أو أكثر بينهما اتفاق ثم تأتي بعد ذلك جملا أخرى مقابلة للمجموعة الأولى على الترتيب والتوالي حوية إن الجملة الاتماد أن تأتي جملة جملة إن الاتماد أو أكثر أما جملة وحكبلا كواسو أدحيس بينهما اتفاق إسوافق سن مركك بعد بعد ثم تأتي بعد ذلك وحال إيمان إيسا جملوين كلا جمل أخرى جملوين كلا الله إيماني أو مقابلة للمجموع جملوين كلا سوء أروري جملة كلا جملوين كلا كهر إيماني بات كهر كيني لكن سي على ترتيبة أيادو كيني ساويا حي مثلا كمثاليا آيادو شيخ النور نغي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أيكم مثالي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني فيري ضحكي وقصر صماها بكهنة وأهينتي وي لبضب مرنا ضحك الهرمري مركاسا قيمتي الدمنا بكه لسو هرمري قليل كي مارتي والهرمرينا ولا دبمري يعني ضحكي قال لقد دبمري قليل كي كثير كينا بكيه بل لقد بمريي سو ما جديد يعني سيد على ترتيب واي ضحكي وحلسيي البكاء قليل كينا وحل ظهر كيني الكثير هل كاسو كيما فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أيا لين هذا مركا يعني تنوك لو حل هذا هو مقابلة جملة بجملة جملة جملة لقابلية أيا لين هذا ضحكي وبكيه القابلية قلة ذي وكثرة ذي القابلية يرانتي وبدي ذي القابلية تاويا مقابلة جملة بجملتين لما جملة لما جملة الاسكهر كانوا لما جملة الاسراعين مركز لما جملة كلا لقد بكيني يأمرهم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث سوما جيد يعني لما جملة واي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولما جملة الاسكهر كان ويا هي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لماذا نواد الحلال والتحريم إيو ما ركتي الأمر والنهي بل اسكهر كان ياويا مركا لما جملة ولما جملة لقهر كان نقونا يساويا يحل لهم الطيبات إيه يأمرهم بالمعروف مجدا لماذا يأمرهم بالمعروف إيه يحل لهم الطيبات إيه ينهاهم عن المنكر إيه يحرم عليهم الخبائث ومجد مثل ما ذيك ما نسا يأمرهم بالمعروف عكس كذا حنقنا ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات عكس كذا حنقنا يحرم عليهم الخبائث تاسو نقنا يا ويا حكى لو جري اللي يراهذا لقبضيا يعني إلا إلى مقابلة ثلاثة جمل بثلاثة جمل سدح جملة سدح جملة كله مقابلة لجهر كان القرآن كوي كوب ذنتها مثلا مركو قال لي في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وجملة سما فأما من أعطى واتقى جملة ينوى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سدح ناس وسدح جملة أو وناك أمر يس سما أفكي صدق الله بحه تقوى الإله اللي يماده رنت الشيء حس يعني كلمة دي توحيد كأها الرمايو مع الله فضينا أرنتي فضيت بالله فضيا عكس جيد محليه وأما من بخل واستغنى حجابي مقابل أطاي فأما من أعطى واتقى بمقابل أطاي وكذب بالحسن أنا حجاب مقابل أطاي وصدق بالحسن بمقابل أطاي فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى بمقابل أنقون يسوى مرك سدح جملة سدح جملة القابلية سوى معها وأوجدها أفر أفر القابلية وقدرا ويبدأنت القرآن وكبذي حديث النبي كبذنت حديث كي عصوقة بالبخاري مسلم يورينا حديث ابن مسعود مركو النبي جاء صدق يكهد لا يعني ما ركتي إن الصدق محليري يهدي إلى البر سوى معها وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق يا ويتحرى بالصدق سماه حتى يكتب عند الله صديقا وأفر صفوف في عنوه قفكو الرشيقية يعني صدقي رنتي برقي وناقي بيكو هنو نساء وتيكو بي برقي هنو سمفلك وناقي خير كينا جنوك قارسين هاي قفكي ورنشيقا رنتو نكو دادالا إلى إلهي أكتس الله قره صديق رنبضان الله قره عكس كذا فيه وإن الكذب يهدي إلى الفجور بنتي فاجرني بقفك كهنونس وإن الفجور يهدي إلى النار تيهر عكس كذا التسوم جيد وإن الرجل لا يكذب بينه الشيقة تي صدقه بعكس كذا التاي ويتحرى الكذب أيه حتى يكتب عند الله كذابة يعني قصص أرمها صورا أي اللي يرى هذا أحاديث ويسكتر بضان تاي حديث حاكم إذا إمام أحمد ابن ماجه يسود لي شذان أبو هرير النووري أي مارت عرودين تبهلك حوجد أصحاب البديع يسود لي شذان إمام أحمد ابن ماجه ورنا عن أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات خدعات يا سنويك سإيمان دون يصدق فيها الكاذب كي بين لوجي أوركي سل الرميسانة ويكذب فيها الصادق سو عكس كذي ما كير اللوغ أهانا بين بلوغ حكمنا يا ولا بينني ويتمن فيها الخائن كي توق أها أي أمانة الله بيضا يا أمانة لو ديبنا يا ويخون فيها الأمين قفك أمين كأهانا خائن ويا لك عرر ولا قتك يا وينطق فيها الرويبضة تتك الرويبضة اللي يرى هذا حد الدونو رويبضة وين ويديان صحابة الحيدة ومن رويبضة يا رسول الله رويبضة محال إلى هذا كاسور الرجل التافه يتكلم في أمر العامة واحد زمن كينا الحديث كان ينطبق علينا ذاتك زمن كينا كنت أبو المايا وحارك يسا توق بحول الله ديبانيا بين لو وبين شيق يباس لسكد بكعيا لدب أردهيا وحالك يبان مؤتمن كي أمين كإن لك عرر كي صادقها إن لي رهض مارتي بين لوباتهاي
كي او امينك اها خائنات اللي يراهدو وهكذا روي بضدنا لدبا قالوا ما قام انت كهدليس واخر زمانك سوما يعني اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه ضد مدح هين انا استاهل او وح اي ادوني اخر كفلين الارك باومدي هربوداي ددك قاركود ان بدن الله نسال الله السلامه والعافيه سايشا سو دنبا كميد اهوين وحالمد بيت كان او مصنف كان نو شيغ ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع واقبح الكفر والافلاس بالرجل او يري يعني تاسو كلا كميد اهوين قبايغاس وا وحو اسقابليي يعني ما رتي هذا لا ادو في عرو اسقابليي ويان مقابله تاسا كميد في الدين هي الدنيا او اسلا صعبه ايا الكفر والافلاس ايا لقابليه ويان كفر دين دينك مقابليا الدنيا دين افلاس نمدي بي قابليسا ويان مركا ارمهاس وا مقابله دي وي المشاكله مشاكله ذا وحال يرهدا محسنات كمعنويغا ايو كميد يحي وحال يرهدا المماثله والمشابهه مشاكله مركا ليرهدا حق اللغه والمماثله شيغان ولد يعني او ادغما وانا اسغو شابها ويا اصطلاحا وحال يرهدا انه قفكي عبره ان يعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته شيبا شيغان انه صاحب ليه لو ملينايو با مركاس قفكي اما شاعرك اها اما ساجع اها شجعي سمينيه ايا وحو عبريا يعني ما رجتي لفظي انا هين ما دام لفظي كان صاحب اوليه لغي اكلي كرو ايو لفظي عبريا بيدها وحكلو لي ذكر شيء بلفظ غيره ايذا كغاب ذكر شيء شيء ولا شيغو بذكر بلفظ غيره لفظي سبحان هين لوو شيغو سببته ما حي لوقوعه في صحبته صاحبتني مدي سينو دحدع درتي صاحبني ما ودعي صاحبه ليه تصالها وبيت كان وماشي نوغ شيق نوغ دغاي او كلا ويان قالوا اقترح بيرهد ساسو ليه نكا ليرهدو بيت كان وخا اسكلها ليرهدا نين ليرهدو ابو الرقع مع بيدهان ايا كنيديس ليرهدا ننكاس وحو اها بيرهدان نين فقيره وحبه هيسنين مركا كو صاحب لاها كو اسغا صاحب لاها ايا انت او يمد وحي الى انت او سو عدران قف اينا ورمانتني او كالي سبحنا لا قراعو باكو اغنا خوله ما هيستيده مركي كي او يمد او هادلك اي او سو ديرين يراهدين اسغنا وا نين دحن اي هيسو او وحو هودا با انن هيسنين واي عندي قبوغانا او غتره بدل قراعد ال اي كعدسدين مركاسو لبا بيتريو وحيري اصحابنا قصدوا الصبوح بسحره واتى رسولهم الي خسيسا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قل تطبخوا لي جبه وقميصا حليه اصحابتي صاحبتي وحي سو قصدين ايسو عدرين صبحي انا قراع ان لا سو قراعده وحين سو ديرين قف بي صادر الرسول كودي صادرين أنا إنه قوني يقول صادرين يعني ما رتي وأتى رسولهم إلي خصيص أنا إيوي متقوني أهان مركز وحان وحي إنه هم بويري ساكا قبيعي قالوا اقترح شيئا ورشي ما رتا شيئا نجد لك طبخه أن كوها جا جني كرنتيسي مركا أيقو وحي كهد لايا قراع دي محان كو كرنا عنا محان كاقر دقنا ساس الربا محان قراع دي صوت شاقو محان كو ديارنا مركاسان أنا جانا مركا طبخي جي أيو لفدقو ذكر راعي أو بمعنى وحي كوذين محان كو سمعينا عنا كو كرنا واي يعني طبخي بمعنى وكرنتي سواما وحلا كريوا مركاسان قلت وحان إرويري اطبخوا لي أنا جي إيه كريا جبة قميص جبة إيه وقميصا جاكد إيه قميص إيه كريه مي الله كريه مس ولا طلع قميص يجوب الله ما كريه ولا طلع كرس معها مركو حال إذا هذا هو لفظ المشاكلة لفظ جودي أي كرة عي أي مشاكلة كسميه مثل وحكم إذا أيضا القرآن قال أوليه وجزاء سيئة مثلها
وجزاء سيئة سيئة مثلها وأيضا كان إنه أبا المريء ويا مركز جزيه أو قفك حمانك وسمي أجزك أكسميسا مسيئة سيئة ما قفك كل ظلمي إنا عذية روحه كويرة هذا كأبا المريسو سيئة ما أها محامر كسيئة الله قلت المامي لأجل مشاكلة لي هذا لأن تن أي أردك متى مشاكلة سيدا صلى الله مقعابا يا ويا تاسل لفظ قاسل ليه ويا المشاكلة أيها هل كاس مصنفك وقبع حيوية عكسك وكحجي عكسك حوية العكس وحال هذا والتبديل بدلد أيال إلى هذا وحول كمدية من المحصنات المعنوية وكمدية شيء اللي دبق دي دبق دينه معناه إذا بركة تعريفية محيدة هان أن يقدم جزء من الكلام على جزء آخر أن يقدم إن الهرمريو جزء من الكلام قيب هذا الكمدة على جزء آخر جزء كلاين لغهر مريم ثم يؤخر حدنا لدبنه المقدم كيه الرئيد قدال لسو عليو ويقدم المؤخر كيدا بينا قدال لسو مريم على كل حال معنى ذو حوي وأن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر ولا صوهر مريني دبذيتان الدب الله ديقا ياويا شيء قل صوهر مريم وحدنا قدال لمريني ساس أجيدا مثال كوحيكو مثاليا أيضا في سورة الروم كجرتو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا فيرسو الحي باهرت لسوهر مريي من الميت بقى اللي قد بحجيي أو الله راعيي كبعدنا ميت كيدا بيي أيام يخرج الميت اللي يرى لسوهر مريي كي هرين دي بقى الله ديجي أو الحي دي بقى الله ديجي يخرج الحي سيقال لهر مريي من الميت كوريا ويخرج الميت ميت كي دنبيه بالهر مريي من الحي اللي هر مريي ويان مركا معناها سوكل والي رهذا عكسي ويان وعو شيخ نودقي عادات السادات سادات العادات بوير عادات السادات نمك سيديا شاء يعني ضدك أفاضيش أهل فضل قاعد لكن كودو ها سادات العادات سلعيذ سي عادات كامركي هره الرئيس وما سادات كانوا وكدن بيسي جملة ظهوري جملة الدنبنة سادات كيالا سوهر مريي عادات كيبا ديب لودي موجدا مركا وحوية عادات كاوحوية هي عادات سادات دا او كلام كأول كيسي تعالله عادات كهوري ايا وحيتها مضاف الساداتنا والله إضافي مضاف إليه جي ويان ومضاف إليه جي مركاسا عكس با لقسميي وحال لهر مريي كيدن بيا لسوهر مريي وحال يري سادات العادات بالي هذانا سوية دبلوسي لقي ويا ساسا لسمي يعني وحال يرى عكس تاسا لو يقان انتا سو مصنفكم ايش ما وقوش يقى ويا شرح وحولية مصنف كالإيضاح مركي العدية وحولية هي المحسنات المعنوية محسنات كمعنوية أيه وحكم ديها من سميم البلاغة بلاغة يعني كو ربطة حقيقة ذي ذي بكم ديها سميم يعني حقيقة ذي ذي بكم ديها وهي أيضا معاني ذا محسنات كمعنوية أيه أي أعلى وأغلى سرين بذن كان غالسا من المحسنات من محسنات اللفظي من محسنات اللفظي أيضا كمارت كان سريسو كان غالسا ويا ومنها محسنات كي معنوي جاءها وحكم إذا الطباق كون وجوه المري وأمثلته واضحة تسألين كل وصو شيئا واضح وي أنت سو قبح مرني لبا فعل نقضان مر لبا اسم نقضان مر لبا أي نقضان حرف أي نقضان أمثلة ذو سواء رتبوي وكذلك وحلم إذا المقابلة وحلم دوي غير أن المقابلة مقابلة وح لكن مقابلة ذي يشترط فيها وحال شرطية وشرط اللي قد قال التقابل بين اللفظين واللفظين لبل لفظي يا لبل لفظي يا فأكثر وحكبدا ماشي أي تن أي محوها طباق لبا مارة اللفظ كري أن قل لهي لبل لفظي لبل لفظي كسي بدن واتام مرة لبا كدقنا يسدح كدقنا أفرس قابل يسر أن كدقنا ترض بدنا كواس وقالوا نقن كراوي كما في الآية سيدة آية دي وكوكسوا الشيخ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قوبل الضحك
qosalki ayaa waxaa la qaabilay bilbukaay ogintii wal qaliilu wa qubil al qaliilu kiyaraana waxaa la qaabilay bilkathiiri ki badna wattibaaqu marka muxuu yahay maxaa iska daboola bayna lafdayni faqad laba lafdi oo isdaboosha un weeyaan taas u jeeda wal mushaakala midka labaad tibaaqa ku xiga waa mushaakaladii waxaa mushaakala la yiraahdaa dhikru shay'i bighayri lafdihi shayga oo lafdigiisa waxaan ahayn lagu sheego liwuquucihi fii suxbatihi saxiibtinimadiisa oo ku dhaco darteed waa u egyahay waa la saxiibay oo kale wey kaqowlihi tacaala uu yidhi wajazaa'u sayi'atin sayi'atu mithluha sayi'atun taan dambe sayi'atun taan dambe sayi'a ma aha laanna qofkee dulmi kuu geystay inaad dulmigii intuu ahaa ku abaalmarisaay waa xaq aad leedahay soo maaha وحق ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل سوء إله مدهن سيئة لم يراد محا سيئة عندما مثلها لوليه وحلوليه لأجل المشاكلة لأن صحب جديد عضويا والبيت المذكورنا بيت كل صوش هيغينا هو أوضح ما يستشهد به في هذا الباب كان أبو عبدان أبو واضح سن أمو قشرة بذنوي waxa loo soo dariishada baabka mushaakarada loo soo dariishado maxay yeele fa inna aljubbata walqamisa la yadbakhani ma jubbada la tola jubbadii oo jaakadkii ah iyo qamiska lama tolo la yadbakhani lama kariyan u jeeda la yadbakhani lama kariyo yaani jubba iyo qamis jubbad yaani oo jaakadkii iyo qamiskii lama kariyo la yadbakhani lama kariyo bal yukhatani wa yunsajani wala tola نسجي بقى لقصة ما يوالا تلاوي ولكن الشاعر لنك شاعرك أها قدر وحو قدري في ذهنه مسكحني سوحوك قدرتي عقل جيسا أنهم قالوا إنا يرهدين اقترح شيئا نجد لك صنعه نجد لك صنعه شيء تلمامه شيئا أن كوها جنه سمين تيسا ساس عمل أيو كدكت لأن ما دام من قبو يدحنو هيسأو أها ساس أفسر تبولي فقال الله مركاسو حكيري اطبخوا اي اصنعوا ايسا مايا او يويري جبة وقميصا وانما قال وانما قال وحويري اطبخوا وحويري مشاكلة لاجل مشاكلة للفظهم لفظي اي كيسين مماثل مشابهة وكسامين يوم وكذلك الحديث في الملل حديث كي او ملل كسام سنان ولمدوا في قوله او يري لا يملوا يعني ماشي حديثك أويري لا يمل الله إن الله لا يمل حتى تمل أولي فإننا أن ندرك حليلينا وانقرنينا ببديهتنا يعني في أول أمرنا وي أمر كان مرك أبوه الرئيس وخريب وحنك قرنينا أن المراد إن لو جيدو ملل كان الترك والكف عن الجزاء هدي آد عمل كي كتكتان وناكسنا ألنا جزيهي يا ثوابتي الذي سين لها وكتقي ويان وهو المتبادر ومدك ودك دقا يوي لمن يتذوق العربية تقفك عربي قد أدمينا أيوه لدن صدو أي كاسة أسو دك دقا يوي ولبعض العلماء وحيليه العلماء قار توجيه آخر قاب كلا أي أجهيان كت المامان يعني يخرجه عن من المشاكلة لكن المشاكلة اللي قلت المامي كريم باب المشاكلة مركسان لي رادبو نقون كرائي تفسير ككلا توجيه ككلا علماء السمايين من باب المشاكلة من نقون أيوه محوية هي وهو إجراء اللفظ على ظاهر معناه مالك سيدي سلو داي إجراء اللفظ لفظي قول الدريريو على ظاهر معناه معنى ظاهر كاللوغو دري لوغو سيدي سلو بارت لوغو شاقوه وفا يقول او يراهدو يعني قفكي علماء قار كيوت اي يراهدان هو ملل يليق بالله لا يشبه ملل المخلوق وملل الله عنتمه ما دام رسولك سو كو شيغي لكن انا معني سغرني انه بني ادم كيسو كل عانن اهين مركي سال يراهد لكن مشاكله ما نكون اي بابكيس ما سو غلي ومنه من المحسنات المعنويه وحكمده العكس بكمده كما في المثال سيدي تصاله كجرتي او كره وهو شبيه بالمحصنات اللفظية وشابهها وأها سادات عادات السادات سادات العادات بعضها سبو أجيدا هي وحي لمدك أهويا عكسها كمد أهكاسنويا ومنه التورية من المحصنات المعنوية وحكمد التورية تبا كمدة تورية ليرهذا
tawriyada marka wuxuu leeyahay musannifka tawriyada maxaa la yiraahdaa wahiya tawriyadu an yutlaqa lafdhun an yutlaqa lafdhun lahu ma'nayani wa in lafdhi la sheego laba macna leh qariibun mid dhaw oo dhaahiraha macnihiisa la fahmay wa ba'idun mid fog oo khafi ah oo qarsoon oo macnihiisa hore laga fahmi karin laakiin wa yakunu almuradu muradki idantuna noqonay midka laga leeyay labada macno wal ba'idu nahwa qawlihi ta'ala aw yiri allah hadalkiisa was samaa'a banaynaaha bi'aydin was samaa'a samadi banaynaaha waan dhisnay bi'aydin ay biquwwatin baan ku dhisnay weeyaan marka wuxuu yiri yahtamilu hadalkan aayadan waxay xasuura gal ah an yakuna almuradu inuu noqdo jam'u yadin wa muhtamal wa huwa almacna alqareebu waana macnaha dhow oo hadda daahirka u muuqanayo maadaama la sheegay bidaliili banaynaahu binaaba mar haddii la sheegay gacan inay meesha soo gelaysaba durbadiiba la dareemayaa buu leeyahay wayaxtamilu macna albaciid macnaha fog inay gashana wa ixtimaala macnihii foga oo khafiga qarsoonaana inuu noqdo waa la arkaa ay biquwati lagu fasira awood weeyaan wa huwa almuraadu hadda muraadka aayadda laga leeyahay wasamaaa samadii banaynaaha waan dhisnay biaydin ay biquwatin baan ku dhisnay weeyaan waaye intaasna tawriyada ayuu kugu sheegay walistikdaamu waxaa ka mida min almuxasanaati almuxasanaati almacnawiya alistikdaam baa ka mid ah kaqowli shaacir shaacirkii gabaygii hadalkii uu yidhi idaa nazala asamaau biardi qowmin racaynaahu wa in kaanuu ridaaba baxar waafiraa la yidhaahda idaa nazala asamaau roobkii hadduu da-o biardi qowmin dad dhulkood hadduu ku da-o annaga aanan ahayn oo ummad kale magaalo kale degan yihiin dhul kale ay degan yihiin oo ku da-aa racaynaahu roobki waan daaqaynaa wa in kaanuu haba ahaadeen khidaaban kuwa caraysanba ha ahaada noo xanaaqsanaadaan waa iska maarata waa la daaqaynaa buu leeyahay marka hadda meeshan wuxuu leeyahay assamaau almuraadu bisamaa'i marka la yidhaahdo samada hadda macno qariib iyo macno baciiday leedahay soo maaha sama markii la yidhaahdo macnaheeda qariibka waa maxay waa samadan korka iyaga saaran laakiin macnaha baciidka ee hadda muraadka loola jeedaahi waa roobkii waay roobka wax soo degaya samadii ma soo degaysa waa taa weeye racyiga uu sheegayna racaynaahu marka la yidhaahdo waa zarcigii baa loo jeedaa ee roobkii lama daaqayo roobka sababtiisaa lagu daaqayaa weeyaan wuxuu yidhi almuraadu bisamaa almataru ayaa loo jeedaa iyo wazarcu wa qowlu laakhari hadalkiisa uu yidhi ninkii shaacirka kale uu yidhi walilghazaalati shay-un min talafutihi wa nuuruha min diyaa'i khaddayhi muktasabu waxa weeye baxr basiid waa isagana walilghazaalati eeladii ayaa waxay leedahay shay-un bay leedahay shay bay leedahay oo ka mid ah min talafutihi ghazaalkii milicsigiisii oo kale ah yacni fiirfiiradiisi oo dhaha saa ay leedahay oo kale ayuu maaragtay khasaaladii leedahay wa nuuruhaa iftiinkeeduna min diyaa'i khaddayhi ghazaalka labadiisa dhaban iftiinkoodu muktasabun mid la kasbaday uu yahay weeyaan yacni khasaalada hadda wuxuu u jeedaa wa alxayawaanu almacruuf wuxuu yidhi alghazaalatu alxayawaanu almacruuf wa xayawaanka la yaqaano ayaa khasaalo la yidhaahda nuurkan oo tilmaamayo muktasabka ahna oo labadeeda khadaynka ka muuqanaya waa ashamsu qoraxdii baa loo jeedaa buu leeyahay meeshaan musanifka labuu noogu sheegay atawriya walistikdaam ayuu noo sheegay tawriya maxaa la yidhaahdaa horta muxasanaadka macnawigaa buu ka mid yahay muxasanaadka macnawiga uu ka mid yahay atawriya waxaa kaloo le aliihaamu watakhyiiluna waa la yidhahdaa iihaam markaad ku aragto tawriyada u jeedaan takhyiilka ismoodmoodsiinta khayaalkan waa la yidhahdaa wey marka xagga istilaaxa waxaa loo jeedaa sida musanifka noo sheegay wa an yudkara lafdhun lahu macnayaani qariibun wa baciidun waa laba macno lafdi ixtimaalo laba macno lagu sheegi karo oo midna uu dhow yahay midna uu fog yahay laakiin wa yuraadu albaciidu kan fog baa loo jeedaa ee kan qariibka ah looma jeedo weeyaan taasaa loo qariibka macnaha wuxuu ka wadaa waa daahiro caqligaasi u soo degdegaya iyo garaadkii baciidkan wuxuu u baahan yahay istintaaj iyo inaad waxay raadiso oo aada caqliga ka shaqaysayso u baahnaanayaa buu yidhi wuxuu kugu mithaaliyay wasamaaa baniinaha biaydin ayuu kugu ise yad marka la yidhaahdo haddii la yidhaahdo aydin waa jamcu yadin la yidhaahdo marka
يعني هذا ساس إليه يد لكن ماها من آدى يئيد بو فعل كيم بالله هذا أيد ومصدر وها آدى يئيد أيد بو كيم هذا وقوة اللوجة يدوه يد لكن هذا صوه ذات قوته يد بو بكدقه ويحتماشا يد وحكى له احتماله القوة إلا يراد مركب بأيد مركب اللي يراد ما دام البناء لشيء قعنته ماشي وإيمانه يساب إليه لكن معناها حقيقة وحواية معناها فقبة لو جيدة سماء بنيناها بأيد بقوة ما كل سنوية وحيك الله مثاليا هذا النبي الله إبراهيم مركي ننكي أسوى حاسكي سيسار الله صعوده ملكي جبار كأي كافر كامركو ويمد وناك استوق رحسن إنه لو ريقو أسوى حيستوفو للربو أي النبي إبراهيم حاسكي سيبو أو مارتي سيديو كلا أو ماشي صومري مركاسو قبصدي مركاسو ويدير محكو تاي مركاسو هي أختي نبي إبراهيم ولا شيء بير حس كذا ما ولا شيء بقى مايا ولا لماذا نبي إبراهيم شاكتي لما معنى احتماشا وأختي في الدين أم أختي في النسب اللي يراه لكن أخت مرك اللي يراه هذا محوسو دقدقة الأخت في النسب صوما نسب كأوسو دقدقة لكن معناها بعيد كهذا نبي إبراهيم وجه ذي وأختها في الدين حق الدين وإلا وحاسك سيويز ولا شيء معها معناها سنة أيضا والغوفة سراويا تاسو كلاليرا معناها بعيد كأهيا لوجي ذا استخدام كصوهري استخدام وحالي راه ذا مصنف كموسن تعريفين وحويا الاستخدام وحالي راه ذا هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر ذكر اللفظ بمعنى لفظي او معنى لوغو شيغو معنى لوغو شيغا لفظي شيء معناه كتسينايه واعاده ضمير عليه ضمير كلا لو سو علينايا لفظي هره لو سو شيغي ضمير كلا لو شيغو او اه بمعنى اخر لو لجيدو معنى كلا لو لجيدا ضمير كان ويان وحي كو مثاليان مصنف كو نوغو مثاليي إذا نزل السماء بأرض قوم أي نوع مثالي إذا نزل السماء بأرض قوم أي نوع مثالي سماذا هذا وحويا يعني لفظ بعض الشيء مركا لفظ السماذا ويعني معنى الشيء سماذي ومعنى وين سماها سماذا أنا كنت سيساويا لكن أيضا ضميرها لوجه عليه رعيناه بالير مركا ما سماذا على ضاغة مايا ضمير كاس معنى كلو كتسينا يا وحي او صو صاري اينو داقينا وروكس ان داقينا سيغ معنى كلو كتسينا يا مركا وحا ويه واعاده اللفظ بمعنى ان لو شيغو واعاده ضمير عليه ضمير ما اسغ لو عليه لكن بمعنى اخر لو عليه وحي كلو كمثاليا ايضا فمن شهد منكم الشهر فليصوم اله اوليا شهر مركا اللي يراهدو قفكي أرك هلالك سماع مركب بشدلت الشهر هذا محلو جيدا الهلال بلو جيدا فمن شهد منكم الشهر هلالك منك أرك فليصومه ما هلالك لصوم يا ضمير كان فيري فليصومه ضمير كجره هلالك أنقان سماع لكن هلالك لصوم ما أيامه بلا صوم ما المهي سصوم كده حب عيا بشهر رمضان كأيام لو جيدا هلال بشهر حال مركب لا تكليها لرجلا مركب ما المها بشهر جرتودن ayuu ku dhacayaa sidaas la yiraahdaa weeyaan falyasum macnahaas ay sheegan wuxuu noo keen doonaa isla sharaxan uu keen doonaa toojih wax la yiraahdo isticmaalka halkaas uga tageyna toojih wax la yiraahdaa ku xigo toojiha yaani wuxuu ka tirsan yahay toojiha tawriyadu kamid yahay wa tawriyadu ka agdhuyo toojiha weey waxa la yiraahdaa toojiha toojihu maxal lagu yiraahdaa وحكروا له يقانا محتمل الضدين لما إسكو سوهر جيد وح احتمالنا وليرا محتمل الضدين ليرا ومحالو جيدا مركة توجيها مركة التعريفية وح ليرا وإيراد الكلام إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين هذا الكي أول سوء أروريو لكينو أسقو احتمالا لبوج وإسخلاف سن والذنب يمدح نقون كروها ذمنا ونقن كرا مدحنا ونقن كرا أمانا ونقن كرا توجيها كاسا لي رهلا توجيها كايا لي رهلا وحي علماء ذكو مثاليا
نن لينك اللي شاعر كي أتقينه بشار ابن برد الليجري بشار ابن بردي باوحو صامر نن إن دولاه حرقان من نن هل إلا أعوره هل إلو لأي إيش كلا أفيو مركا حرقان وتوليا دربو توليا مركا سو قو قديبت ويرينه قو عن يتل قو إيبو سفع عن قو تولي مركو سفع عن قو تولي نن كان حرقان لها عمر بالدا مقعيس عمر أيالي رهنا مركو أتولي بو قبي تري مركا بشار ابن بردي وحويري خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء يعني هذا الكاسولي خاط لي عمر قباء عمر كي إشاء لا وحو إيطولي قو إيبو إيطولي القباء أيو إيطولي مركاسولي ليت عينيه سواء إلا هنين وحل إلا سوماها يعني شاء الله يتذي ذي ما إنديه سمين نقضان هذا الكلام هو احتماله ليت عينيه سواء حبار او ذمي احنا وان نقضى اما نوا نقضى او دعاء دعاء نوا نقضى مثلا لبد يسين رد مسك من نقضان يا ايش كلا كريدو والله لبد ان دو تيرو نقون كرتا ليت عينيه سواء وحي كلا نقون كرتا ليت عينيه سواء الهو يا ايش كلا نوريه او لبد ان دو غدغو او دعاء لبد بو نقون كرتا مركاس و خويري قفكه غران يرو قل لمن يعرف هذا هذا الكيغان قفك قرنا يوحا كتر هذا أبو يري أما ديح أم هجاء ما أمام بمسوا عي هذا يهد بس أو تفسير ستيكو عران داي معناها سوكالو كشيغان ويا مركا توجيهنا معناها سأيال يري هذا شرح آخر لنا مركا الإيضاح التورية تورية ذي ويا تورية من ور الشيء أبا ليري هذا من ور الشيء إذا أخفاه يعني مركا شيء قرصه نبي التوري استعمال جل سماه مركو حق إنه هذا الرب حق وتوري سنجري من ور الشيء إذا أخفاه مركو قريه عيال إيران وايا وحي كم تعبر التورية من أدق المحسنات المعنوية وأرقها كود وجلاء عبدا أو وجد بعسا وجد دقيق سن أي كم تعبر المحسنات المعنوية كم تعبر ومنهم علماء وحكم إذا من ينكر وقوعها بعتان كذا إن لجهره في القرآن لجهره كو إنكر يا كم إذا له توري القرآن كم ما بجرت أرانيا يا علماء ذي كم إذا بوري ولا دليل لمن أنكر ذلك لكن واحد دليله هيستلم أركه قف كي يراه ذو توري القرآن كل جهر ما يراه ذو واحد دليله هيستلم له بوري محايا لفي القرآن جار على الأسلوب العربي قرآن كو حكوس على أسلوب كي عربي جاءها أي كوس عضي كوس عنيه سلوك كعربي كان توريه لقيه لا قرآن كان توريه ولقيه لي كراو والأمثلة فيه كثيرة تسألين كتوريه آد بأبدا تهي تسألين كذو أبديهن أي ليه هاي مصنفك أمثلة ذا آد أبدا تهي واي ومن ذلك تسأله حكم إذا الآية السابقة آية النص هر مرتبة كم إذا وصل ما أبرينا هذه وجيدة أي كم إذا وحكم إذا ومن ذلك الآية السابقة كم إذا وقول الله بكم إذا تعالى الله هذا الكيس إخبارا عن إخوة يوسف أسقوا الله كورمائي نبي الله يوسف ولاله حين قالوا لأبيه مرك أبوه تكوي رهذين لما يعني لما أخبرهم أنه يجد ريح يوسف مرك أو أشيق لما أخبرهم مرك أشيقي أنه يجد نبي الله يعقوب إنه هليه ريح يوسف إنه هلي نبي الله يوسف عرفتي سي دبيشي سي إنه سوق قارتي يعني الريح دي سوق دريمي أي وحي كوي رهدين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أبه يو الله نكو دارني بادي ذادي خوري بادي ذادي خوري سو قديم كأحي أي دحل ذكو سوق أنت حدا وحولي يحتمل حضل كمحو احتمالا إلا يعني توريد والله بشي وحي احتمال لفظ لو معنى احتمالا نري موقتها إن أنهم أرادوا بالضلال إن أجيداً النسيان حلمام إن أجيداً والسياق يشهد لذلك حلمام كي شرعي أدكو جرتي أيانا له سياق آيادنا معناها أن أمر خاتك عيابوي ويحتمل حصورة قلا أنهم أرادوا بالضلالة إن يبقوا لجيداً باذداً إشيغيان الخطأ والغواية إن أجيداً أو خطأ آب قفكي آب أو قلي أو يعني في تفضيل يوسف عليهم يوسف إنه ويلشي كلا لم أكفض لي يو حبه شديد له جعل يوسف كلي أدو جعل يهي تارو والاحتمال كرتابه
ويشهد لذلك تن إلا جيدنا وحاطس يبوير ما جاء في أول سورة من قولهم سورة أول كذب حكوي مذو هذا الكوذي كم ذها إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين مركي يرهذين إذ قالوا مركي يرهذين ليوسف يوسف يو أخوه ولالكي أي أحب لجعيل بذيه إلى أبينا أبهي لو جعيل بذيه منا أنا جن لك جعيل بذيه محايلي ونحن والحال نحن أنجون عصبة أنها كح جماعة أن ضب ذن أنها طبعا نبي أحيان وين إن أبانا مرك أبهن مركو ولا بذا ويل نجع على ذي أو نجفض لي لفي ضلال مبين مرك هل كان ضلال كالفاظ بذن باحتمالا غواية يبادي لقوم فسر كره بادي لقوم فسره معاني الضلال كحد لوجي ذو حوي وأذهاب عن علم حقيقة الأمر أي لوجد كما ينبغي أرن كان سدو أها أبهن وكم قيه هيوية يعني موسف ما مدري من ساسو كلا لوجد أبوري وقول الشاعر وكقول الشاعر بالمدة نك شاعر كويري أيها المعرض عني حسبك الله تعالى وحويري كان أيها المعرض متك أنا يجي سنة يو عني أنا كان يجي ستو حسبك عذيك كافي جاوج ومتك كوفلني الله اللهوي تعالى سري تعالى هذا مركب لبشي واحتماشة لفظ تعالى مروح احتماشة إن إلهي تنزيها لله حسبك الله الله كوفلن تعالى سري وحكى له احتماشة إن له جيده تعالى كاله حسبك الله الله كوفلني تعالى كاله لام كألفتنا للإطلاق اللوسم يعني ما أرتي إن لوسم يجي لأجل إطلاق اللوليمي تعالى أكله تعالى أكل هذا قال يدي أكله لبده احتماشا مرك الله كوفلن عليه سريك كوفلن أما الله كوفلن كهال لبده احتماشا ويا كلمة تعالى كلمة تعالى اللي يرهلا تحتمل أن تكون تنزيها لله هي احتماشا إن نقطة نزيه إله تعالى سري ليه وتحتمل احتماشا أن تكون إن الغت طلبا للمحبوب كيل جعل دونستيس بأن يأتي إنه يماده قال نوئما وكجعلنا هيو كلو وها وهو المعنى البعيد معناه فوق توريه هذا لو جيدو قال ويه حسبك الله تعالى ذي والله لو لم جيدو ومن التوريه وحكم التوجيه وكم وهو ان يوجه المتكلم كي حد لي انه اجيديه ويه وكو وجهه بعض كلامي هذا الذي سقاركي الى اسماء ملائمه مغعيو اسكو دغمو ملائم وهو يعني اسوافق سن كاسماء الاعلامي عالم يدي مقعيدو ديو كالي أو قواعدي أو قواعدة أما أو قواعد قاعدوين أو كالينو كدو أو غيره أو غيرها لبدا وحانا هين وحويري كقول بعض الأدباء قد نزل وحالم إذا تصالوا سوقاته بعض الأدباء كقول بعض الأدباء ذاتكي أدب كشقيو أديب كقفك اللي يري هذا أدباء اللي يري هذا يعني هذا الكيسي قد نزل به صاحب له أو أسوى مرتيي قف صاحب كيساء أو أسوى دقيب معنى نزل أو يمد واي بمعنى يعني أو مرتئهان أو يمد قف صاحب كيساء مركاسه وقال له حكيري حين رأى في منزله قريسة مركو كؤركي مركو قريسة كؤركي نملا قرآن يبو أركي قرآن جهت ربا ذنو قريسة بوحد شاعره أو يمد يعني ننكا إمانة يا أديبك وكت المامة يوحل إلى هذا وعبد الباقي المخزومي بالي رهذا والأديب عبد الباقي المخزومي بالي رهذا وحو أيمد نكل إلى هذا جمال الدين ابن نباتة أيو صو وني شاعره اللي قاناه أيو قرقي سكو صبوغده مركا ننكا جمال الدين ابن نباتة وننك بياءه ننكا ونن أديبك كلاو إمانة وصو مرتي مركا سو قرقي سحو أركي قولي جمال الدين إنه نبات القرآن يكبو يحده أيو أركي قرآن جذي يكبو يحده مركاسو بيت كان تريو يري ما لي أرى منزل المولى الأديب به نمل تجمع في أرجائه زمرة يعني ما لي محايسو قنادبو حالكي قواسده أرى إن أركيو منزل المولى صاحب كي المولى والقريب وصاحبه صاحب كي قولي جيسا الأديب أديب كأها وشاعر كأها به قرق إنه كسوغن يهي بمعنى فيه أو كسوغن يهي نمل قرآن جاء كسوغن تا قرآن يو قرآن يذا سو تجمع كلنتي في أرجائه قرق قارر كيسا
أي كلن تجمع أي كلن في أرجائه قرية دنعيذيسي زمرا أيضو حال كونية زمرا أيضو كحكوحة قرانجة أنت بوحدة أنت قرانجة بوحدة معناها مركب حوجي ذا وتوجيههم وقتها الشيء الذمي إيو وناق لبضبع احتماله ويسو مجيد قرية هذا وضا قرانجة مركب هذا يعني من شافوا باتا يسوماها وسقلع الأولي هبل وسقلع قرية سوى أوري ما نظيفيه وإيمان كرتها in gurigi barwaaqo ay taalo oo xoolo maarta xoolo lagu qasho quraayadii sidaas ay cunu u soo doonatana waa ihtimaasha nin saxi ah oo deeqsina waa ihtimaal kartaa way markaas uu jawaabay fa ajabahu waxa jawaabay Jamaluddin ibn Nabata jawaabay muxuu yiri la ta'jabanna idhan min naml manzilina fan namlu aadatuha an tatba'a ash-shu'ara wa asbari yara wuxuu leeyahay la ta'jabanna hal yaabniihu idhan kulka hal yaab هلا يابن من نمل منزلنا قرية نقرأ يديسا قرأ جديسا هلا يابن محايا لي فالنمل يعني محوها قرأ يدي عادتها وحابة كم إذا عادت إذا أن تتبع شعراء تتك قبياغا إني سورا عضو تبس عدت أنا دل عذاب أقول أن هذا قبيانا إني قرأ يدي صحيب نرى النقو التساسك معناها مركا فالنمل عادتها أن تتبع شعراء هذا لا معنى كجر لا معنى من هو قريب من هو بعيد معناها قريب كدواء محي تذكر شعراء ذي القرآن إذا سكنت بس عطوا قريه ذي نوبان تاعي ومعناها قريب كأوه اللي فهم كروه أو يعني معناها هو احتمالها وهو احتماله إنه وجهه جوابته وحوية يعني إن صورة النمل تأتي بعد صورة الشعراء لأنه وجهه معنى بعيد كهوا صورة النمل صورة الشعراء كما تدن بيسو مركب وحوية فالنمل عادتها أن تتبع الشعراء سورة النمل وحوية وإن سورة الشعراء قداش إذا ما دبوا لي معنى أصلا معنى احتمال محتمل أوي وقولي وكقولي بوير هذا الكيجي وذات كان السجى قبل يده اللي فل لكن مركب في رسالة دوح ما أنا أصير شرحين قبل يده يسمع بدنا صامر نو أرجني ما أنا شرحه لكن وأن أركن وسكمر هنا إن شاء الله وحين الله نقط وكقولي بويري أنا هذا الكيجي ويا مالكي فاجعل رسولك شافعي فإني حنيفي على ملة الملأ ويا مالكي بقر كيغيو الله أجيدا فاجعل يال رسولك رسولك شافعي كي شفاعي يكدق مالنت قيامة شفاعة نبي قال لموي دي استساد وقتهين نبي الله محمد وإي شفاعنا ترى وحسو في هذا استعمالان شفاعة الله اسكال قل لله الشفاعة جميعا شفاعة الله اسكال عدك له للملك وإي شفاعة النبي محمد إلهي إنه كسي الله إنه ويديسته الله إسكله وإن ترى الله يو شفع هذا النبي محمد سيدا سقلته لكن النبي محمد إيه شفع كتاب كموريد كإذا هان متغن أو شرف الأنام كليه هذا الأخر استوب بش موريد كأخريان وحكوا جرو أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم سالح يد قرادة لي هذا ولي بعد وقول له قيسه أرجو شفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم وقيل دار أولي مكوك هذا نبي محمد أنك الرجينا حرام بأن سميه من اللي نقضي مايا شفاعة الله إسكري إلهي ويديسو إلهي وشفاعة نبي محمد إسير له فإني أني حنيفي بأن حنيفي من لحظي أو شركي إيه حمانتي إيه وحكا لحظي بأن هاي على ملة الملا خيارتي دينتو ذينا كسوغن بأن هاي كسوغن وأما الاستخدامه استخدام حال هذا وهو قريب من التورية تورية ذو كأقلوية فهو أن يأتي المتكلم قفك متكلم كأنه لي ماذا بلفظ حضل بلفظ مشترك حضل لفظ اللوذاق إنه لي ماذا أو له معنيان أو أكثر أما لو معنى يكبضا لي ثم يأتي أولي ما يدو بما يدل على كل معنى معنى كستويحي كتسين أين أولي ما يدو كما في البيتين سيدة لبذا بيت أو نو إيمان دون تكوضا مثل لبذا بيت محوكوضا لبذا بيت محوكوضا إذا نزل السماء إيو حوكوضا وللغزالة أصومرني أي أجي داوي لبذا بيت كوضا إيو كقولي لبذا إذا بيت هذا الكيغان أنيقا عنده دونه وأبغض الجبن في نفسي وآكله أكل المحب له فاستعمل النظر وأبغض أن أعرض الجبن هذا محين نقانه وحلو عرانا فلين مذوى فلين مذوى نعبه وأعرض في نفسي نفتي ذا نقع عرضه وآكله وأنعني ما الجبن ذي بل عناية
ضمير كان أكله ذي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ذي وكلوي وأكله جبن جبن عنيا معناه ذو ماها جبن ذي من عنب يعني بخ بخلت حنوج هذا فلان ما العنا مايا معناها مركب معناه كلو تصينا ياوي وأن عنيا أكل المحب مجعل له جبن يجعل أي نوع عنيا فاستعمل استعمال النظر مسكح هذا كشق يسيوه فكر كهذا كشق يسيوه مركب الجبن ذو حي احتماشا الله معنا فلان ما نوي احتماشا جبن جبها الكلية جبن هذا اللي لا سمر تكام هذا اللي هو قدر برعات كأه هذا اللي قدر صدق جبن اللي راه ذا فرماجة ذي مدي ذا هم بقوم لنا نيت هاي كواس اللي راه تاسو كلو مركو حور المراد الجب المراد الجبن المطعوم مراد كوا حوي وحل عنو جبن جان أو مطعوم كه العنا يوي وضد الشجاعة والي راه لا بده معنا جيس إني ماذا عكس جيد وفلان نموا فلان نمذي إيه جبنك العنية لبضح وإحتماشا مركو أكله هذا جبنك من عنية فلن مذي اللو مجهد وكوضا ويا وي وقولي بالمدى وكقولي وأركب العير في عير وأربطه وأربطه فيه ومنه وأخشاه إذا نظر له وأركب العير وبحر بسيط وأركب العير في عير وأربطه فيه ومنه وأخشاه إذا نظر وأركبه وأنفولي العير دمير كيبان فوليا في عير بور دشيت بان لفول بور نحليت بان دمير كي لفوليا وأربطه وانحري فيه أسجد نحدي سان كحريا بور تبان كحريا ومنه حقيسا وأخشاه وحان كبقيا إذا نظر سيدك هضوء إفيريان وكبقيه معناه نحول شاهدك وحوى لفظ العير وحور ربا إنه معاني دورك وقشه العير حوي سيد كوالي رهذا دمير كوالي رهذا جبل كوالي رهذا معاني ذا سورة بينه كوشه مركو حوير في هذا البيت بيت كان جمع وحو كلمية خمسة معاني شن معنى أي كلمية أو للعير كلمة عير رهذا إسكال هذا وحالي رهذا الحمار عير مركو اللي رهذا الحمار واللوجي ذا وجبل بالوجي ذا والوتد وتد كوحالي رهذا دبر كوحو حلو حره عيالي رهذا عمر دكوغا وحلو سمية دكوغا يعني والي رهذا وكل ناتئ بين شيئين لبس شيء نحو ذلك كسر نحو بحنا والي رهذا والغو مقعابا والسيد ننك سيد كأنا عير والغو مقعابا معنى إذا ذهب عير فالعير في الرهد في الرهد بإنه جري سوما هذه أو نن سيد التقو سيد كلهم بعدك قوم كل عجروا ويان مركو حويري ولا أعرف له نذيرا بيت كان وحشابه وحشابها أنا ما أقرناه ما أركيه لأن البلاغيين ذاتك بلاغة كشقية أهل بلاغو مقتصرون وحكوا قابسدان على ضمير أو ضميرين لكن أنا بيت كان بوليها مركزه انت صورا ومنه يفيه يسعن علينا يا بولي أسوأ معنا بذن له هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد انتين أكو كل منه فرقة فرقة الحقا وحديثنا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.